أخبار اليوم. ولادها ما يتغلبوش، ومصر قوية بإرادة ولادها، ومصر فعلا مش ممكن أبدا حد هيقدر يفرق بين واحد والتاني. وديت اللي احنا واثقين فيها، مرينا بصعاب ما أكثر، مرينا بحاجات كتيرة ما أكثرها، علشان خاطر ان تزيح الواحد عن التاني، ولكن كانت هي بمثابة يعني ربط أكتر وأكتر وقوة تسند أكتر وبتقوى أكتر وترتفع لفوق أكتر. كان كل ما يحدث علشان خاطر إن يفرق الواحد عن التاني، كانت هي كانت بمثابة إن كل واحد بيتمسك أكتر بأخوه، كل واحد بيتمسك أكتر إن هم يكونوا الاتنين واحد. وهي ديت اللي احنا فرحانين بيها، واحنا طبعا في النهاية بشكركم، وديت محبة كبيرة ليكم.